السلام عليكم. للمرة الثانية في حصتكم ليكسبيريونس توجهنا بالكاميرا لولاية تيزي وزو. كما كل عام يخرجوا علينا عباد يحبوا يمدوا ايماج باللي الناس تاع منطقة القبائل عندهم مشكلة مع الإسلام. احنا رحنا لولاية تيزي وزو بروفوكينا شوية الناس، تبعوا معنا. السلام عليكم عمو. الله يسر. واسمع لهنا يا فلاسة؟ سكوا. سكوا. يا بصطادي جيني منا نورمالمون. طيب صحة تيش. اسمح لي قلت لك السلام عليكم. عبالي انتم ماشي مسلمين يا اخو، اسمح لي. انا ماشي مسلم. على باليش انا سمعت كثير هكذا يقولوا في تيزي، يقولوا تيزي وزو غير ال. انا جيت من الجزائر خو. سير 10 كيلومتر بعيد علينا. على باليش انا يهضروا فيسبوك، من يقول لك فيسبوك يقول لك تيزي وزو ماشي مسلمين يشربوا شراء. ما باليش انا هذا جامع لك بصح ما باليش انا. السلام عليكم حبيبي، الله يسترك. خلاص هذه وسمع اخو شرط ان محمد بن الحاج كي يجيني هذا المستعد يجيني من هذا الكوتي. لا لا من هذا الكوتي. انا بغيت تكرهوا الاسلام كامل انتم يا اخو. يا هضروا على باليش انا تقصيدك برك على كلها. لا خير بارك الله. انا لهنا انا لاباس انا شنو نشوف ما نشوف حتى حاجه بصح الهضره فيك الهضره تسمى برك. نقول لك تيزي وزو دائما يكرهوا الاسلام. انا يكرهوا الاسلام اخويا، انا مسلم اخويا مسلم ونصلي. والله ما انا بيا هضروا يقول لك يشربوا منا يا ناس. انا كاش منها تسمى ولا كاينه منها الناس كاع وين تروح كاين اللي يشرب وكاين اللي يصلي. هذه هي الجزائر. وين تروح؟ كيفاش وين تروح؟ وين تروح؟ زي نورمال. منين انت خير الناس؟ انا من عنابه اخو. خير الناس. الله يسلمك. لو كان تروح لعنابه كاين اللي يشرب وكاين اللي يصلوا. صح كاين. انا ما نشربش نصلي انا، انا ما نخرجش من الجامع. صليت يا هضروا بصح، يهضروا على تيزي وزو بزاف يا اخو. يقول لك بالك كرهونا، بالك يكرهونا، بالك يكرهونا. والله هي ما كاش منها ولا كاينه منها؟ ما كاش منها. انا كرهت شي يقول لك زعما كيما يقول لك خرجوا فطروا في رمضان، يقول لك تيزي وزو ما يصوموش منها. ايه انا بالك اخي شفتها لا مي ابري خلفوها كيما خلفوها لهم على كل حال. صح اسمع لي كي قلت لك السلام عليكم على بالي تكرهوا الاسلام انتم لهنا. انا شكون قال لك نكرهوا الاسلام؟ ما على باليش تيزي يقول لك تيزي يقولوا لك يهضروا هكذا يقول لك تيزي وزو. مرحبا بك تيزي وزو. اما كيف يعيطونا الناس تيزي وزو؟ كيف يعيطونا الزواوة؟ صحيح زواوة يعطونا الزواوة. علاش بصح؟ علاش؟ هما اللي يقراوا اللي يحفظوا القران. باسكو يقولوا باللي شغل تيزي وزو يشربوا، تيزي وزو ياكلوا الحلوف، تيزي وزو كل واحد الله يسهل عليه. تا كاينه ما كاش منها تما شغل تيزي وزو يكرهوا الاسلام. يكرهوا الاسلام، حنا يعطونا الزواوة. الزواوة ماشي في رمضان، في رمضان. في رمضان انا واحد راني نصوم انا. باش على بالي يا مثلا يقولوا مانيش نصلي بصح نصوم. يقولوا يقولوا. واخا ما تماش. ما كاش منها؟ نو 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 ما كاش فات. لا لا. علاش ما لا يهضروا يقولوا تيزي وزو يشربوا يفطروا. كاع يشربوا كاع يشربوا هذا الشغل هذا. تسمى فارتو في الجزائر؟ فارتو. بارك الله فيك. لو كنا لو كنت تشوف لي فيلاج تاعنا شاك فيلاج عنده الجامع. على كل حال صح تشور كاع هذيك عندهم الجوامع صح. على بالك شحال كاين هنا في ولاية تيزي وزو موسكي 165 وكاين اكثر من 20 زاويه. تعرف واش هي الزاويه؟ وين يقراوا القران اكثر من 20. احنا شغل انا شفت تما فيسبوك في تلفزيون يهضر يقول لك تيزي وزو يكرهوا العرب، يكرهوا الاسلام. خاطري يقول لك يفطروا رمضان من هنايا. ما فهمتش انا. خاطري الصومو نورمال. اسمح لي كي قلت لك السلام عليكم. لا يا خويا عبالي انتم تكرهوا الاسلام على تيزي وزو يا خويا. على بالك وراك تسب فينا ولا كيف؟ لا لا حاجه شغل يهضروا ما على باليش انا. ما كاش منها؟ ما كاش منها. انا جيت الصباح على كل حال قاعدين في الصوفيه. قال لك بالك تيزي وزو ديجا العربيه كي دير نهضر شغل خف شغل وحوش ولا كيف؟ شي قالوا لي هنا شغل يفطروا ما يصوموش يديروا فيس هكذا. ما كاش منها ارواح جزء رمضان جزء هذا العام جزء رمضان هنا وتشوف هكذا اخو. ايه وتشوف تسمى ما كاش منها الهضره اللي هضروها. بعض الحاجه على بالك لو كان تحوس يعني يكون واحد يحوس مليح على بالك تلقى غير تيزي وزو اللي يعني بون ماشي كيما نقولوا حنايا شغل كيف نفهمك شغل يقدروا بزاف الاسلام هكذا اخو. كنت تشوف وين عندهم كما نقولوا حنايا وين يقراوا الاسلام وين يقراوا. كنت تشوف معمرات كيف تشوف كنت تشوف كيف تسمى الزوايا منها كاين برشا. على بالك حنا في تيزي وزو واش يديروا؟ كل شكل خميس يديروا وعده يديروا وين يديروا الزاويه هذوك وين يقراوا القران. يديوهم الماكله يديوهم كلش. كاين بزاف اللي يجوا يقراوا القران واقيلا هنا ثاني. بزاف الجهه تاع تكزيب شرف احنا نقولوا شرف. واش يديروا فيها تما؟ يقراوا كاين الزاويه كبيره تما يقراوا الدين. الله يبارك. تما هذه هضره تاع تلفزيون منها ما كاش منها؟ ما كاش منها. شوف بعينك ومن بعد امن.
الله يسترك. ربي ربي يحفظك. ان شاء الله ماشي المره الاولى المره الاخرى. ان شاء الله الله يسترك. ربي يحفظك. قلت لك السلام عليكم، اسمح لي. يلا. السلام ورحمه. قلت بالك. ماشي ومشي. ما كانش منها باسكو يهضروا بزاف يقول لك تيزي وزو يكرهوا الاسلام. تيزي وزو. تيزي وزو ما كاينش بلاد مسلمه كيما تيزي وزو. كيفاش؟ ما سمعتكش ما سمعتكش كيفاش؟ ما كاينش بلاد مسلمه كيما تيزي وزو. اسمح لي كي قلت لك السلام عليكم. على بالي على بالي هنا تيزي وزو تكرهوا الاسلام انتوما. غلط منال. راني غلط؟ يعني سمعت هكذا يا ما على بالي. ما كاش منها؟ جامع جامع على كل حال جامع. قلت بالك انا قلت بالك. انا ردت من الجامع. قلت بالك الدولة دارته بالعاني ولا. الدولة راهي تشوش فيك. قطع في بنات برك دوك تنشغل الناس راهي الجامع انا تفاصل ما شتوال وانا شتغل. كيف هكذا اخويا؟ يا خويا بارك الله فيك. تلتها وبوت بليقه وجماعتي ورباعتي وانتم راكم تلتها بالقبائل. القبائل واش راهم يديروا؟ كل واحد الله يعاون. صح صح. المهم سمعتي زي وزو ماشي شغل تفكرهم. هم يغلطوا فيكم يا حبيبي. كيفاش؟ هم يغلطوا فيكم. هم يغلطوا فينا؟ اه. هاك شوف الجامع. اه ما شاء الله. حكينا من المشكل. شحال من المشكل وين؟ كان 1800. في زي وزو هنا؟ نعم. بلاكابيلي. بلاكابيلي يا الله يبارك. ما كاين حتى ريجيون اللي فيها لي موسكي هكذا. ما كاينش كاع شو دير الناحية ما كابيني دير الجزائر وهر مع النابا قسنطينة وما تصيب 1800 موسكي. صح 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 يا خو صح. ايه تسمى شغل ما كاش منها تسمى كنت غلط. شهر شهر دار والجامع. صح 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 هذه في الشهور صح شفتها. دار واحد كاين الجامع. كاينة كاينة كاينة. والزاويات. بليبار تاع الزاويات كاع ما هنا في الخضر. تسمى مي غلطوا فينا برك على لابسه ماشي باسكو انا شغل قالوا لي تيزي وزو قال لك يا ودي بالك قال لك يكرهوا العرب لا قال لك يكرهوا العرب ويكرهوا الاسلام هكذا قالوا لي انا تيزي وزو ما عندكش كاع بروبليم مع الاسلام ولا اه تي شي خواتك صحه واسمح لي كي قلت لك السلام عليكم عبالي هنايا شغل شويه شغل هنا قالوا لي تكرهوا الاسلام في تيزي وزو من هنا والله ما سمعت كيفاش ما باليش قالوا لي انا مالي انا ماشي من هنا قالوا لي باللي قالوا لي تيزي وزو قال لك يكرهوا الاسلام ما عشتش انا ما عشتش هنا ما عشتش هنا كيفاش انا من جيجيش من جيجيش انا بالك بالك تعاود الهضره هذه ما كانش منها تما اخو شفتها قالوا لي شغل كاع يكرهوا منها لا لا هنا تلقى مليحه وين تروح وين تروح كاينين وكاينين على كل حال على كل حال صح ما كانش منها تما اخو اه ما كانش منها ما كانش منها كاع هذه اسمح لي كيف لك السلام عليكم عبالي عبالي هنا تكرهوا الاسلام في تيزي وزو اسمح لي اخو ما كاش منها هذه اخو كيفاش حبيبي ما كاش منها رامي اي راك تقول هكذا تقول هكذا باش اللي باسكو انا خا انا شغل ماشي قبايلي تسمى انا قالوا لي تيزي وزو كرهوا الاسلام ومن عبالي شان لا عن بالك المسابقه تاع رمضان فيها واحد تاع تيزي وزو باش ما تغلطش برك انا عما على اسمه وزو زواوة يعيطوا لها زواوة صح سي فري على باليش علاقة باسكو كل شرع عندها زاوية ايه سي بور سا تيزي وزو ياكلوا الحلو في الشرب هي اللي دير ايماج ايانا ما يخرج لي ما يجيني ما تخلط لي خليه من هيك ما تقعدش سي بصفات دي فاسيك انا ما نعرفش نهضر قبيليه معليش اخويا نحضروا لك العربيه القبيليه ملي كتبغي نستعرف بك صح اخويا اسمح لي كي قلت لك السلام عليكم باسكو على بالي هنا هنا في تيزي وزو على بالي شغل تيزي وزو على بالي بلي يكرهوا الاسلام هنا يقولوا عليهم على باليش اه شكون قال لك هكذا؟ يهضروا في فيسبوك في التلفزيون من لا لا اخويا هنايا كونترير هنا اللي غلب اللي غلب سبع ساعات اللي غلبوا الجوا ما غلبوا غلبوا الجزائر هكذا اخو قول اخويا قول باش راه تلقى فيها زوج جوا هكذا اخويا نعم تسمى صرف نوم في زوج والله يبارك شوف شحال عندنا هنا كنطلع واحد زوج ثلاثة أربعة ألف جوامع جوج سنين وشوف واحد ربع جوامع لهنا أنا حرتي أخو عندنا الجوامع أخو غير هما باسكو الناس يهضروا اكزومبل البلدان تلقى غير الجوامع بلدان تسمى شغل في الدشرة في تيمورة يستعان ربك يا أخويا يعطيك الصحة حبوا الدين ما شاء الله يا أخو ما شاء الله ما شاء الله يا أخويا العزيز يعطيك الصحة يا أخويا يا خويا بارك الله فيك. ما تسول لا تسقسي على الفرق انا خويا نوريو لك ما كاينش على بالي على بالي هضروها برك يهضروها. عندك الشيب ما شاء الله هاسيني شوف اخويا. اخينا في زيزو يا خويا. اخينا خويا كاع عندهم اليوتيوب.